السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة الأول متوسط في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية. نعم، درسنا لهذا اليوم سوف يكون حل تمرينات بناء الفعل المضارع. أعزائي، كما تناولنا بالدرس في درس سابق، قلنا أن الفعل المضارع فعل معرب ويبنى في حالتين فقط، يبنى على السكون ويبنى على الفتح. يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة، نون النسوة تكون نون مفتوحة، فيبنى الفعل على فعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة والنون في محل رفع فاعل. ننتبه أبنائي، الضمير إذا اتصل وكان له محل إعراب، يعني ضمير رفع أو ضمير نصب، عندما يتصل بالفعل يبنى الفعل على السكون، يبنى الفعل على السكون. فنون النسوة من تتصل بالفعل المضارع يبنى الفعل المضارع على السكون. خلي تكون هذه المعلومة معلومة خاصة لها، ديسك خاص في أذهاننا، أنه الفعل المضارع يبنى على السكون مع نون النسوة، لأن نون النسوة راح تكون في محل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والفعل مبنيا على السكون، ويبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة لا محل لهما من الإعراب، حرفان لا محل لهما من الإعراب، فقط يفيدان التوكيد. نعم، فقط يفيدان التوكيد. نأتي الآن إلى التمرين. التمرين الأول، نقرأ التمرين الأول. استخرج الأفعال المضارعة المبنية مما يأتي واذكر حالة بنائها والسبب. لدينا جمل، نستخرج الأفعال المضارعة المبنية ثم نذكر حالة البناء على الفتح أم على السكون وسبب البناء. أولا، وحقك لأرعين حقوق الآخرين وأحافظن عليها. نبدأ إذن، نبدأ بحل التمرين، نقرأ التمرين وثم الأفعال المضارعة المبنية ثم حالة البناء ثم السبب. نعم، ثم السبب، حالة البناء ثم السبب. نقسم، أول فعل الجملة الأولى لدينا أرعينا، إذن هنا مبنيا على الفتح، مبني السبب الفعل الثاني لدينا هنا لأحافظن، أيضا هنا مبني أرعين، هنا أيضا لأرعين، أيضا مبني على
الفتح اتصاله. التوكيد الخفيفة هنا وليست الثقيلة. نعم. ثم نأتي إلى الجملة الثانية، نأتي إلى الجملة الثانية فنقول في الجملة الثانية: العاملات يعملن في المصنع بجد ونشاط. الفعل يعملن، الفعل يعملن، فالفعل يعملن هنا مبنيا على السكون لاتصاله بنون النسوة. فإذا الجملة الثانية لدينا يعملن، فالفعل هنا مبنيا على السكون لاتصاله بنون النسوة، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ممتاز. نعم. ثم نأتي إلى الجملة الثالثة. ثالثا تدرج، نقرأ جملة جملة بالتسلسل، جملة جملة، ونستخرج الفعل وعلامة البناء ثم السبب في هذه العلامة. نعم. لدينا هنا قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا. صدق الله العظيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا. فيغرنك هنا مبنيا على الفتح، عفوا، يغرنك هنا مبنيا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والكاف في محل نصب مفعول به، أي يغر إياك. فهنا ثالثا يغرنك مبنيا، لكي نميز، يغرنك مبنيا على الفتح، هذه الراء مبنيا على الفتح، يغرنك والكاف لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. نعم. فإذا إذا كانت نون التوكيد هنا ثقيلة ثم بعدها يغرنك، فيغر والنون لا محل لها من الإعراب، إياك يغرنك. نعم. ثم بعد ذلك نأتي إلى رابعا، وقال بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم. فهنا لا ناهية، وتبرجن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والفعل في محل جزم. هنا الفعل في محل جزم لأن هنا لا ناهية جازمة، فالفعل يكون في محل جزم لأنه سبق بأداة جزم. فتبرجنا هو فعل مجزوم، تبرجنا فعل مجزوم، فإذا في محل جزم. تبرجنا هنا مبنيا على السكون، تبرجنا مبنيا على السكون، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، أي نعم النون هنا تكون في محل رفع فاعل. لا ننسى ذلك أن النون لها محل إعرابي ضمير رفع، تكون في محل رفع فاعل. نعم. نأتي إلى التمرين الثاني، هذا فيما يخص التمرين الأول. التمرين الثاني: هات الفعل المضارع للفعلين زرع وتعاون، ثم ادخل كل منهما في جملتين
مفيدتين تتصل بهما نون النسوة ونون التوكيد مرة، واذكر حالة بنائه. لدينا هنا زرع وتعاون، لدينا الفعل زرع وتعاون. إذن الفعل زرع والفعل تعاون. الفعل زرع مضارعه يزرع، الفعل زرع مضارعه يزرع. فإذن عفوا لكي يكون واضح لديكم، فإذن يزرع المضارع يزرع، وتعاون بالماضي يتعاون. التاء هنا ليست من حروف أنيت وإنما من أصل الفعل تعاون، يتعاون. نعم، فإذن يزرع ويتعاون. الحالة الأولى يريد كل من الفعلين متصلين وعلامة البناء. إذا اتصل يزرع بنون النسوة فنقول الأمهات يزرعن حب الوطن في نفوس أبنائهن. نعم، فإذا في نفوس أبنائهن الأمهات يزرعن. هنا الفعل، هنا الفعل يزرعن، الفعل يزرعن مبنيا على السكون، السكون لاتصاله بنون النسوة. ثم الفعل يتعاون، عفوا نفس الفعل يزرع يكون متصلا بنون التوكيد باء، يكون متصلا بنون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة ويبنى على الفتح. فنقول والله لأزرعن، والله لأزرعن هنا، ويكون مبنيا على الفتح. والله لأزرعن حب الوطن في أبنائي. فإذا هنا لأزرعن اتصل بنون التوكيد الثقيلة، لذلك يكون مبنيا على الفتح، لذلك يكون مبنيا على الفتح. نعم، فهنا مبنيا على الفتح، والنون لا محل لها من الإعراب. نعم، إذن الفعل الأول يزرع، الفعل الأول يزرع، يتصل بنون النسوة يكون مبنيا على السكون، والنون في محل رفع فاعل. وإذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى على الفتح، والنون لا محل لها من الإعراب. الفعل الثاني هو يتعاون، الفعل الثاني لدينا يتعاون، فنقول ألف إذا اتصل بنون النسوة نقول الأمهات يتعاونن، الأمهات يتعاونن لخدمة أولادهن. نعم، لخدمة أولادهن. فهنا اتصل الفعل يتعاون مع نون النسوة، عند اتصال الفعل بنون النسوة يبنى على الفتح، والنون في محل رفع فاعل. هاي فرق ألف إذا اتصل، هذا هنا الفعل متصل بنون النسوة مبني على الفتح. ثم يتصل الفعل بنون التوكيد الخفيفة فنقول والله، لأتعاونن. هنا النون نون التوكيد الخفيفة فتكون ساكنة، والله لأتعاون، عفوا
نون التوكيد هنا يكون مبنيا على الفتح. نعم، لأتعاونن، والله لأتعاونن مع الأخيار، مع الأخيار لخدمة وطني. فهنا لأتعاونن متصل بنون التوكيد الخفيفة، فيكون مبني على الفتح، فيكون مبنيا على الفتح. فإذا التمرين الثاني أعطانا فعل أفعال وأراد منا اتصالهم بنون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد ونون النسوة مرة ثانية. نعم، التمرين الثالث في الجمل التالية أفعال مضارعة مبنية، اذكر حالة بنائها والسبب ثم اجعلها معربة، وغير في الجملة ما يلزم تغييره. نأخذ أمثلة. الجملة الأولى: النساء العراقيات يثبتن للعالم إخلاصهن. فهنا الفعل يثبتن اتصل بنون النسوة، إذن أستخرج الفعل. هنا التمرين الثالث، فاستخرج الأفعال المضارعة، الفعل المضارع هو يثبتن، يثبتن، فيثبتن هو فعل مضارع مبنيا على السكون لاتصاله بنون النسوة. حالة بنائه مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. اجعلها معربة، نحول الجملة من البناء إلى الإعراب، فتتحول الجملة أولا النساء العراقيات يثبتن، تصبح النساء العراقيات تثبت للعالم إخلاصهن. النساء العراقيات تثبت للعالم إخلاصهن. فهنا تثبت أصبح فعل معرب، السبب أنه جردنا من نون النسوة، جردنا من نون النسوة أصبح فعل معرب، لم يتصل بنون النسوة فأصبح فعل معرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم، الجملة الثانية: الفتيات المهذبات يرفعن رأس ذويهن ومدرستهن. فيرفعن نفس الحالة، هو أيضا فعل مبني على السكون لاتصال بنون النسوة. عندما نحول الجملة من البناء إلى الإعراب نقول الفتيات المهذبات ترفع رأس ذويهن ومدرستهن، فإذا من يرفعن إلى ترفع، عندما نقول ترفع يصبح الفعل معرب. الجملة الثالثة: لا تمدحن المنافقين. فهنا لا تمدحن، لا ناهية، وتمدحن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة، والنون لا محل لها من الإعراب. فهنا أحول الجملة من البناء إلى الإعراب فنقول لا تمدح، لا تمدح عفوا، لا تمدح المنافقين. اختصارا سوف نأتي إلى الجملة الثالثة فنقول، أحولها إلى الإعراب: لا تمدح، لا تمدح المنافقين، عفوا، لا تمدح المنافقين. أحول الجملة مباشرة من البناء إلى الإعراب: لا تمدح المنافقين، لا تمدح المنافقين. تكرر الخطأ مرتين، عذرا أبنائي. لا تمدح المنافقين، لا تمدح المنافقين. فهنا تمدح أصبح معرب مجزوم علامة جزمه السكون. نعم، نرجع إلى
نرجع ثم نرجع إلى الجملة اللي بعدها. إذا ماذا نعمل؟ الجملة من البناء نحولها للإعراب، أحذف النون وجرد الفعل المضارع من النون، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون النسوة، أجرد الفعل المضارع من هذه النون فيصبح الفعل معرب. أرجع للإعراب، إذا كان غير مسبوق بأداة نصب أو جزم يكون مرفوع، وإذا مسبوق بأداة جزم مثل الجملة الثالثة لا تمدح سبق بأداة جزم فيصبح الفعل مجزوم مع علامة جزم السكون فلا تمدح. نعم. الجملة الرابعة، وحقك لأنصرن المظلوم. وحقك، نعم، وحقك هنا، وحقك لأنصرن المظلوم، فهنا وحقك لأنصرن المظلوم، فهنا لأنصرن، فهنا لأنصرن الفعل لأنصرن اتصل بنون التوكيد الثقيلة فيكون مبنيا على الفتح. عندما أجرده من هذه النون تصبح وحقك لأنصر المظلوم، وحقك لأنصر المظلوم، فهو عفوا، وحقك، وحقك سوف، وحقك سوف أنصر المظلوم. إذن وحقك سوف أنصر المظلوم هنا جملة رابعة. نعم، وحقك لسوف أنصر المظلوم. نعم، فأصبح الفعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم، فإذا التمرين نجرد الفعل من النون، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ومن نون النسوة، فنرجع الفعل إلى حالته الأولى. نعم، التمرين الخامس، نأتي إلى التمرين الخامس، الإعراب، تمرين مهم. نعم، قال الشاعر: لا تمدحن امرئا حتى تجربه ولا تذمنه من غير تجريب. بيت شعري، قاعدة أخلاقية. نعم، استخرج الأفعال المضارعة المبنية واعربها إعرابا مفصلا. فإذا هنا الأفعال المضارعة المبنية لا تمدحن، هنا الفعل تمدحن، ولا تذمن، لا تذمن، تمدحن وتذمن. نعم، فإذا الفعلين عندنا تمدحن وتذمن هي أفعال مضارعة مبنية، فعل تمدحن والفعل تذمن اتصلوا بنون، هذه النون أصبح الفعل. فإذا عندي الفعل المضارع تمدحن والفعل المضارع تذمن، عفوا، والفعل الثاني تذمن، تمدحن وتذمن. فإذا هنا الفعل ولا تمدحن الفعل مبنيا على الفتح، ولا تذمن أيضا الفعل مبنيا على الفتح، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والنون حرف لا له من الإعراب. نعم، فإذا الفعل المضارع فعل معرب ويكون مبنيا في حالتين. نعم، في نهاية حلقتي هذه أودعكم على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.